قبل ما يطلع على الزيارة كان رايق كتير وما بيتحرك من محله، بس هلا كأنه قاعد على نار. لأنه مرته ما أجت على الزيارة مشان هيك. لا تقولها، بتعرف إنه هي أصعب شغلة على الزلمة، بتقتله. ألو؟ ألو سهيل بيك؟ تفضل. أنا محامي السيد علي أكارسو وعم أحكي بالنيابة عنه. علي بيك بيتمنى من حضرتك أنه تشرفه بزيارة لعنده على السجن. الموضوع مهم ومستعجل، وإذا بتعطيني جواب هلأ فوراً بيكون أحسن، لأنه ما في وقت. صباح الخير. حضرتك هون؟ مو بدك يعني؟ استغفر الله، أنا قلت بدي شوفك بس اليوم ما في زيارة ولسه ما طلع الضوء. تفاجأت بصراحة. أنا حكيت مع مدير السجن وأقنعته أنه وضعك صعب والزيارة ضرورية لألك، فسمح لي أني شوفك. إيه فهمت. اسمعني سهيل بيك، أنا بيني وبين مرتي وولادي في مشاكل كتير ولسه في مثل ما بتعرف، بس بالظروف اللي أنا فيها ومع الأسف. علي بيك، ما في داعي لأي مقدمات بنوب. المحامي تبعك شرح لي عن الوضع كله وحكى لي كمان عن الشيء اللي لازمك. أنت بدك مني اشتري بيتك؟ إيه. ما بقدر. صراحة أنا ما بقدر أشتري بيت واحد محبوس ووضعه صعب، وأصلاً أنا مالي بحاجته. بس رح أعطي كل المصاري اللي لازمتك للمحامي تبعك مشان يعطيهم بأقرب فرصة لهداك الزلم المشتكي عليك، مشان يسحب الشكوى تبعه وحضرتك بتطلع من هون. أكيد رح رجع عن سهيل بيك، أكيد. هذا الموضوع ما بيخصني أنا أبداً، هذا الموضوع بيخص حضرتك. بدك أي شيء تاني؟ اليوم بعد الظهر في عنا جلسة، إذا قدرنا نوصل المصاري. المصاري بعد ساعة بيكونوا عندك، غيره؟ ما في شيء غيره. بخاطرك. يسلموا. أنا حكيت مع محامي علي بيك وخبرت المحامي تبعنا شو لازم يساوي. بهالحالة رح يفرجوا على علي بيك اليوم. إيه. مين علي بيك؟ عم تحكوا عن أبي ولا أنا غلطانة؟ عم بسألكن أنتوا عم تحكوا عنه؟ إيه. رح يطلع من الحبس؟ ايه. كيف رح يطلع؟ كيف دبر مصاري اللي اشتكى عليه؟ دفعتن. ليش؟ انا شو اللي قلت لك يا؟ هو طلب مساعدتي وما فيني ارفض طلبه بهذا الوضع.
شبك؟ بعدين انت ليش نازله لحالك؟ عادي مراد لساته نايم وما حبيت فيقه. عادي هون يلا. جيب لك شيء؟ لا. الو انا جميله، بدي اطمن على ايلين. اهلين جميله خانم، انا سليمان. ايلين خانم منيحه هلا وموجوده، رح اعطيك اياها. جميله خانم بدها تحكي معك. الو امي. بنتي انشغل بالي عليك كثير، كيفك تحسنتي؟ ايه امي لا يشغل بالك، وانتي منيحه؟ ايه بنتي ايه، وعم اشتغل، شو منساوي؟ شكرا كثير لانك اتصلتي امي. يا عمري سلامتك مره تانية، برجع بطمن عليكي ماشي؟ دقيقه بدي احكي لك شغله. ايه احكي. بابا سهيل بيك دفع المصاري اللي على بابا ورح يطلع من الحبس. حبيتك تعرفي. امي ماشي ماشي يا عمري، سمعتك ماشي، يلا بخاطرك. عنك هاتي السماعة. مرحبا سهيل. ايه انت جاهز؟ لشو؟ مو على اساس قلت لي بدنا نروح على السوق؟ مو متذكر. طيب انا بدي استاذن منكم. يلا ناطرتك. إلين وانت كمان قاعده هون، مرحبا ما شفتك. أهلين. كيف صارت معدتك؟ أحسن. ليكي إلين، أنت ما عادك صغيرة أبداً، صرتي ست متزوجة وزوجك بيحبك، ومن اليوم انتبهي على اللي بتشربيه وبتاكلي وديري بالك تاخدي برد ماشي؟ أنت عشو عم تحكي؟ قصة أنك أخدتي برد مشيت على أهلك ومراد، بس يكون بعلمك أنا بعرف شو صار. شو اللي بتعرفيه؟ احكي لشوف. انك شربتي ادوية مراد وكان بدك تنتحري، وسهيل حبيبي خبى هالشي عن الكل. وسهيل اللي قال لك؟ هي حركة مو هيك، مشان تلفتي نظر طبعا، ولانه سهيل خطبني وما قدرتي تتحملي ورح تموتي من قهرك، ومشان تلفتي نظره للزلمة حاولتي تنتحري. بس إذا مفكرة سهيل رح يتركني كرمال حضرتك بتكون كتير غلطانة. سهيل إلي ما رح أتخلى عنه أبداً، خلي هذا الحكي حلقة بإذنك. وإذا حكيتي لسهيل هالحكي اللي صار بيناتنا، أنا رح أحكي للكل إنك حاولتي تنتحري مشان سهيل يرجع لك، لأمك ولمراد، وأنت وقتها دبري حالك ولاقي شي كذبة تانية لتبرري اللي عملتيه.